السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة باختصار هنتكلم عن عطر بوست بارل اللي هو نسخة الإليكسير. عشان ما أطولش عليكم، دي شكل إزازة، الشكل العلبة. العلبة بتيجي تقريبا يعني ممكن العلبة رخيصة جدا، تحس إن هي ب 75 قرش يعني، أو ممكن أقل شوية. الكرتونة يعني كرتونة كده غريبة، هي نفس الكرتونة اللي بيجي فيها المجموعة بتاعة بوست بارل. ده بوست بارل إليكسير، ده مختلف عن اللاين. انا اللي حبيتهم اللاين في اللي هو اللي اسمه عود سافرن او عود زعفران، ده افضل واحد يعني انا حبيته في المجموعه. فكنت خايف ان ممكن يكون في تشابه مثلا بالدي ان ايه بتاع يعني المجموعه بتاعت بوس بارل، كان في منهم كلهم تحس ان فيهم تشابه ما عدا عود سافرن، على ما اظن كان مختلف تماما عنهم، واخد يعني واخد جانب مختلف. فانا كنت خايف ان ده ممكن يكون شبه من عود سافرن، او ممكن واخد من الدي ان ايه، بس الموضوع طلع مختلف تمام يعني، مختلف يعني ما فيش اي تشابه بينهم يعني. حتى كان في يعني اخ عزيز عليا برضو اسمه محمد محي، صاحب قناه اروم اريك، تقريبا فيديوهين فاتوا كان يعني كان عامل فيديو كده يعني، انا بتابع فيديوهاته. كان قال ان العطر بتاع بوست بار اليكسيا ده اندر ريتد يعني، مش واخد حقه كفايه في السوق. يعني عطر بجد يستحق اكتر من كده. يعني مش سعرا بس، ممكن يكون مثلا ايه، ما حدش بيتكلم عنه كتير يعني، مش واخد هايب اللي المفروض اصلا ياخده. فالاختصار عشان نعرف العطر ده ايه، العطر ده مش شبه اي حاجه موجوده في السوق. بس في ناس شبهت العطر ده مثلا بعطر ديو سافاج اليكسير. بص، الاختلاف ما بينهم ان يعني أو ممكن اقول لك في تشابه ما بينهم، تشابه منهم لممكن لمده 10 ثواني بس اول ما ترش العطر. يعني الافتتاحيه بتاعت العطر دايما يعني بتخش مثلا في النوتات في المواقع المختلفه عشان تعرف العطر بيتكون من ايه. النوتات اللي موضحه في حبهان، ما اعرفش في ايه، في بس يعني انا هقول لك الريحه اللي بتجيلك. يعني الريحه عباره عن النوتات دي موجوده تمام، اللي انا هقول لك عليها موجوده يعني، ممكن تقدر تشمها يعني، لو عندك العطر ممكن تقدر تشمها. لو جربته في حته ممكن ترش العطر على ايدك عشان تقدر ايه تحدد. يعني النوتات دي مش موجوده على يعني موجوده على فريجرانتيكا. العطر فيه في اللي هو الحبهان تمام، وفي القرفه، وفي الناتميك اللي هو الناتميك اللي هو جوست التيب تمام، وفي اللافندر موجود في العطر ده برضو، وفي اللي هو الليكريش. اللي عملت العطر ده واحده اسمها انيكو نارو، اللي هي عملت عطر بتاع لوليتا لمبيكا اللي هو بتاع الرجالي. هي معروفه، هي الست دي معروفه باللمسه بتاعه الليكريش او الارسوس. لو يعني الست لو عاوزين يعملوا عطر فيه ارسوس بيجيبوا انيك منار، يعني هي لعبتها يعني. فالعطر ده فيه ارسوس، شميته او ما شميتوش، العطر ده فيه ارسوس بجد. فالافتتاحيه دي بتجيلك يعني النسب اللي انا قلت لك عليها، النوتات اللي انا ذكرتها دي بنسب بسيطه جدا يعني، مش ملحوظه يعني. انت لما ترش العطر بتشم الوهله الاولى، بتشم السوفاج اليكسير لمده 10 ثواني بالكتير قوي او ممكن اقل، بعد كده خلاص بيروح. فهي النوتات دي موجوده بنسبه بسيطه جدا. فيعني في ناس، الناس اللي بتقول انا العطر ده انا شبهني او مثلا فكرني بالسوفاج اليكسير، الناس مش بتكذب يعني، هو بجد ممكن 5 ثواني 10 ثواني حد اقصى هيشبهك او هيفكرك بالسوفاج اليكسير. العطر ده ممكن بعيدا بقى عن النوتات والكلام ده، العطر ده اصلا مبني على الفانيليا. يعني غريب شويه، لان يعني الناس بتخش مثلا عاوز تعرف النوتات على فريجرانتك او على مواقع مختلفه، فبتلاقي العطر مثلا ايه انسنسي، يعني مثلا عطر بخوري، عطر كذا كذا كذا، خشبي، عنبري، لبدانم. العطر مبني على الفانيليا، بس هي الفانيليا موجوده هنا بطريقه مختلفه. يعني من افضل النوتات اللي ممكن العطار بيلعب معاها او بيشتغل بيها نوتة الفانيليا. نوتة الفانيليا عباره عن ممكن اقول لك يعني في العطر ده عامله زي الدولاب، بيكون مثلا انت عندك دولاب بتعلق عليه الملابس تمام، من غير الدولاب مفيش مكان هتعلق عليه الملابس، مش هتعلق الملابس على الهواء. فهي نوتة الفانيليا هي عبارة عن الدولاب. كل النوتات اللي موجودة في العطر اللي انا ذكرتها ديت واكتر، واللبدانم والباتشولي والخشب السيدار والفيتيفا، كل ده متعلق على الفانيليا. بس الفانيليا انت ما بتشمهاش كفانيليا انت معروفة، بتشم كل الحاجات دي بلمسة سويت. لان في ناس قالت ان العطر ده فيه لمسة سويتية، فهو حقيقي يعني مختلف كمان عن يعني عن اللاين التاني بتاع عن بوست بارل، ان هو فيه لمسه سويتيه. اللمسه السويتيه دي بتيجي معاك من البدايه للنهايه، بس في البدايه بتشم لمسه سويتيه مع كل الكلام اللي قلته ده، مع باتشولي، مع 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 حاجات مختلفه. في الاخر خالص في الفار دراي داون، اللي هو في لما العطر يبتدي يجف خالص، هتشم او بعد ما يجف،
ممكن اكتر من 8 ساعات على الايد، هتلاقي ملامح الفانيليا واضحة جدا في ايدك، كل ده هيتلاشى وهتلاقي ريحة الفانيليا واضحة جدا، هتشم الفانيليا بوضوح. فهو العطر اصلا مبني على الفانيليا، بس انت ما بتشمش الفانيليا، يعني مبني على الفانيليا من غير ما انت تشم ريحة الفانيليا في العطر، تمام؟ الموضوع الهرم العطري ده بيسموه imaginary concept او مفهوم خيالي، مفيش حاجة اسمها في صناعة العطر مفهوم اللي هو الهرم العطري. الهرم العطري ده دي حالة بتجيلك انت، لكن هو يعني مثلا في صناعة العطر مفيش حاجة اسمها يحط مثلا 5% او مثلا 5 مللي مثلا في ازازة العطر، 5 مللي في البيز نوت، 3 مللي في الميدل نوت، في النص، ومثلا 1 مللي في التوب نوت عشان يعمل الهرم العطري. الهرم العطري ده انت بتشمه، لكن في صناعة العطر، العطر بيكون عبارة عن الكثافة الزيت او قوة الزيت. يعني الفكرة اللي انا عاوز اوصلها لك ان هو مش هرم عطري. هرم عطري انت بتشم مثلا ريحة اولانية، بعد كده بتختفي، بتخش في الريحة التانية، بتخش في الريحة التالتة، بس هي الفكرة وما فيها ان هو كثافة الزيت، الزيت اللي انت بتستخدمه متخفف مش متخفف، بنسبة 50% وبنسبة اقل او بنسبة اكتر، الزيت اصلا قوي، انت جايبه منين؟ فهو الفكرة بتكون كده، ما بيكونش مثلا هرم عطري يعني. فزي ما قلت لك هو موضوع ايه، مفهوم خيالي. فنرجع لعطرنا ده، العطر ده بجد من اجمل العطور اللي عملتها شركة بوس. زي ما قلت لك هو عطر سويت، افتتاحية سبايسي، 5 ثواني هتفكرك باسمه ايه ده، في سوفاج الاكسير، بعد كده هتنتهي، هتخش مثلا في الباتشولي، هتشم ريحة الباتشولي، هتشم ريحة اللبدانوم. اللبدانوم هنا مش هو اللبدانوم اللي هو النوتة الأساسية اللي بيعملوا بيها العنبر، هو والبنزوين وهو والتونكابين مثلا او لمس الفانيليا، بس اللبدانوم هنا مش مخلوط يعني مش بالريحه العنبريه، هو ريحه اللبدانوم ذات نفسه. فاللبدانوم مع الباتشولي مع الفيتيفا في لمسه كده دخانيه، فعطر جميل جدا. انا ما اعرفش ان هم الشركه دي اصلا بتعمل يعني بتعمل الفورميليشن او بتعمل اعاده صياغه لعطورها، بس سوفاج الاكسير اتعمل له اعاده صياغه، تمام؟ يعني عشان نكون متفقين، انا جبت واحده ازازه من سوفاج الاكسير اتعمل لها اعاده صياغه، مش هي الاولانيه اللي انا شميتها، يعني هي نفس الريحه بس نسبه القوه بتاعتها قلت. فانا ما اعرفش اذا كانت هوجو بوس بيقللوا او بيعملوا فورميليشن، لو حد عنده معلومه، حد عنده يعني المعلومه عن النقطه دي يا ريت يكتبها لنا في التعليق. فالعطر دلوقتي قوي جدا، فانا ما اعرفش الله اعلم هيتعمل له اعاده صياغه ولا لا. فانت لو بتحب العطر، بتحب لمسه، لمسه مثلا سبايسي، بلمسه خشبيه، بلمسه مثلا دخانيه، كل ده متعلق على دولاب فانيليا، فالعطر ده بتاعك. زي ما قلت لك انت ما بتشمش ريحه الفانيليا، ريحه الفانيليا دي بعد ما العطر ينتهي خالص هتشم ريحه الفانيليا. الاداء بتاعه ممتاز، حرفيا ممتاز، بيقعد اكتر ممكن من ممكن اكتر من 8 ساعات على الايد، وممكن على الناس ممكن يقعد يومين او حاجه يعني. فالعطر قوي جدا يعني، السعر بتاعه ممكن عشان لسه جديد مرتفع شويه، بس لما يعني يقعد شويه مثلا ويقدم شويه السعر هيبتدي يقل، لان في عطور جديد نزلت دلوقتي جديده فسعره هيقل. مثلا زي في عطر اسمه الناس اللي كانت منتظراه، العطر بتاع بلغاري مان ان بلاك، عملوا نسخه جديده اسمها مان ان بلاك بارفوم، دي لسه جديده سعرها غالي، يعني تقريبا ال 100 مللي عامله 160 يورو، فيعني سعر هناك بتتعامل مع عطر نيش. فيعني الاسعار بتاعت العطور الديزاينر دلوقتي غاليه جدا، فلو انت بتشتري جديد ممكن تصبر شويه عشان الاسعار ايه بتبقى تنزل يعني، لكن في الجديد هتدفع 160 يورو الصراحه في عطر انت ما تعرفوش وما شمتوش ويعتبر ديزاينر، فيعني حرام يعني. فده الصراحه ممتاز، لو انت بتحب النوعيه من العطور اللي انا ذكرتها فانا انصحك بتجربه العطر ده. ولو حد عنده اي سؤال يكتب لي في التعليقات، وما تنسوش تتابعوني على الانستجرام، والسلام عليكم ورحمه الله.